بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اصطفانا لتعلم القرآن، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل لقاء قرآني جديد نعيش فيه في رحاب القرآن العظيم، نتعلم كيف يتلى مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، ما زلنا نعيش معكم مع سورة الصافات، نتعلم كيف تتلى هذه السورة المباركة، وقد توقفنا في حلقة الأمس عند الآية 32 بعد 100 من السورة المباركة. اليوم مع الآيات المباركات من الآية 33 بعد 100 إلى الآية 38 بعد 100. هيا أعزائي المشاهدين نفتح المصاحف ونتلقى بداية تلاوة الآيات سماعا برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بصوت فضيلة الشيخ خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، بعد أن استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات، يعني نذهب إلى فضيلة الشيخ خالد لنتعلم كيف نتلو هذه الآيات كما أنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما استمعنا لها الآن. فضيلة الشيخ خالد، نود أن نتعلم بعض أسرار التلاوة من خلال الآيات التي استمعنا إليها، كيف نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة؟ أولاً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أما عن بعض أسرار التلاوة فهو أن تزن حروف الذكر، فزن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ده الإجابة المختصرة. تعال بقى للتفصيل معانا في آيات اليوم. هيا كما تعلمنا وتلقينا، واحد أحسنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآيات. طيب انت لسه قايل سر من الأسرار وهنشرحه تفصيل. أيوة هنشرحه. تعال ناخد حرف واحد النهاردة من الحروف المفردة وهي أحد حروف الذكر، نسمع اسمها ونرى رسمها. تاني، هنسمع اسم الحرف ده، اسمه إيه؟ اسمه لام. ده الحرف اللي وقفنا عنده، كان قبله كاف، النهاردة هناخد الحرف ده اسمه ايه؟ لام. سمعت اسمه وشفت رسمه، تعالى نتعرف عليه أكثر في آيات اليوم. كيف سنتعرف على حرف اللام من آيات اليوم عمليا؟ لنرى الصفة الغالبة فيه. تاني، لنرى ونسمع الصفة الغالبة فيه. طيب يلا كده نشوف أول آية بتقول إيه. وإن لوطا لمن المرسلين. يلا استخرج معي حرف، سمعت؟ لام. ده اسمه وشفت انت رسمه، مفرد بدون أن يكون معه حرف آخر. يلا كده
أول كلمة لوطا اللام. لو يعني ما أقولش لو، تمام. لامين الكلمة الثالثة في الآية معك، وإن لوطا لامين، أدي اللام. ها لاحظت في صوت اللام إيه؟ رقة. لوطا آخر حرف غليظ ممكن يلتبس عليك. طب أنا هقسم الكلمة عشان تخلي بالك، لو لمن، ها ال من قوله المرسلين، ليه ما كملتش؟ أصل هتيجي الراء مفخفة مفخمة فممكن تتلخبط شوي بين الصوت ده والصوت ده. لا أنا عايزك تركز في سماع حرف اللام، لو لمن المر، جات برضو الراء منك. طب كمل الكلمة، المرسلين، ها جات لام كمان تانية اهي. يبقى انت عندك في الكلمة الأخيرة لام ال ولام في آخر، أيوة المرسلين. لاحظت ايه في اللامات اللي في الكلمات دي حتى الآن؟ الصوت ايه؟ مرقق ليس غليظا. طيب إذ نجيناه وأهله أجمعين، يلا فين اللام اللي في هذه الآية الأول؟ فين الكلمة؟ كلمة وأهله، ممتاز إنك ما فصلتش الواو عن كلمة أهله، أحسنت. فين اللام الواقعة بعد الهاء؟ أهل لا، يبقى خلي بالك بقى اللام حتى الآن معي إيه؟ مرقق. طيب إلا، أدي اللام تاني اهي، إلا بس فيما سبق كانت محركة لو، ولما جينا أدغمنا ده شيء تاني، لو طل من برضو مرققة، المرسلين ساكنة، وبعدين لين أدي محركة بالكسر، أهله بالفتح، لاحظ ضم كسر فتح وتشديد وبالفتح، وفي أحوالها حتى الآن كلها مرققة ما غلظتهاش، لم أفخم اللام. إلا عجوزا في الغافل، وقفت عند اللام عشان ما يلتبسش عليك صوت اللام بما سيأتي بعد ذلك من الغين وما بعدها. لا 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 لا، في ال، طب الكلمة على بعضيها، في الغابرين، يبقى اللام حتى الآن في أحوالها معي مرققة. طب كمل كده، ثم دمرنا الآخرين، ال برضو مرققة، وإنكم لتمرون، لا أهي لام فتحة، لا لتمرون، اللام مرققة، عليهم مفتوحة ومرققة، وعد المضموم وعد المكسور وعد المشدد، والكل حتى الآن زي ما قلت لك اللام في الغالب الصوت إيه اللي بنتعلمه؟ مرققة. جميل، لتمرون عليهم مصبحين، وهتأتي مرة ثانية ولا ثالثة أو رابعة أو خامسة، عد وشوف هتجد، وبالليل، وبال برضو مرققة، وبالليل يعني اللام مشددة في الأول ومكسورة في الآخر، وفي كلتا الحالتين مرققة. أفلا، طبعا أنا قلت أف وقلت لا، لما فصلت عشان أبين لك اللام التي وقعت في الوسط، بس تقراش زي كده، أنا بطلع لك اللام من كلمات الآيات التي معنا لتسمع صوت اللام في أحواله في آيات اليوم حتى تتعلم سماعا أولا صوت الحرف في ثوبه الغالب عليه. إيه هو؟ تستنتج إيه من اللام في صوتها الغالب؟ سمعتها مرة مفخمة؟ إذن اللام في غالب أحوالها دائما تكون مرققة. طيب في حروف خدناها وبنراجع مع بعض، راجعنا ألف باء، طب خد النهاردة حرفين كمان مراجعة
وشوف كده صوت الحرفين دول ايه. ب فاكر خدناه، هناخد بقى اللي بعديه. تا للمراجعه، اوعى تنسى. تا مثل الباء تماما بتمام، لكن الفارق باء تحتها نقطه، تا فوقها نقطتان. خلي بالك من دي كويس، لو بتراجع اسمع كده اسم وصوت ورسم. تا جميل. الحرف اللي بعديه ها ثا، وما تنساش طرف اللسان اثناء النطق. ثا ثا، اوعى تدخل طرف اللسان لا يتحول الى حرف اخر، لا ركز في السماع. ثا ثا. طب يا ترى التاء والثاء معانا اليوم برضو كمراجعة؟ وإن لوطا لمن المر، ها اوعى يلتبس عليك، دي سين مش ثاء، المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم هو فين؟ ثو. ثم ليه؟ عشان ما اقولش الحرف اللي كنت هغلط فيه في الاول واجيب حرف مكان حرف. يعني الصواب ايه؟ الصح ايه؟ ثو. طيب وفي الكلمة الاولى سا المرسلين، والصواب هنا ايه؟ ثم، وطرف اللسان فقط لا غير. وخلي بالك ثم دمرنا الاخرين. ايه واقف ليه؟ عشان ده ليه؟ أصل البعض بيخلط أحيانا بين الدال والتاء وبتيجي منه خفيفة كده وبيخليش باله منها، فخلي بالك. ثم دمرنا، الدال اوعى تخلطها أو تقربها. يبقى زي ما سمعت مني وإنكم لتمرون، أهي التاء، لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تا تعقلون، اوعى تيجي منك طاء. طيب يبقى إذن كان الدرس الأول في الوزن والسر في التلاوة، أسمع أنظر أحاكي أعرف اسم الحرف ورسمه. بس أنت قلت لي زن، وده فعل أمر عشان أوزن. أعلم أن الأشياء المحسوسة لها ميزان وكل يتناسب مع قدره. انا عايز اعرف بقى، انا هوزن الحروف دي ازاي؟ طب ما تيجي ناخد حرف واحد فقط لا غير، وهي هدية من هداياكم انتم، الصاد الساكنة. خدت بالك؟ انت خدت حرف جديد ورجعت حرفين، وهعلمك الوزن في حرف غيرهم. يبقى أنت بتأخذ من كل بستان زهرة، وعلى ذلك سنسير، مش على الدوام، لا بحسب ما معنا في الآيات. طيب فين الهدية اللي معانا؟ كلمة مصبحين. ليه؟ أصل كثير منا بلهجته العامية وهو لا يدري، أنا أقول هذا وليس هذا بعيب، إنما هي لهجة من اللهجات تصح خارج القرآن، إنما الحرف ده في القرآن له شروطه، له وزنه، له قدره، له مقداره. إزاي يعني؟ يعني بيجي البعض بيقرأ أو بيتكلم كلام عادي، فممكن يقرأ كده بحكم اللهجة العامية، فبيقول وإنكم، ده في اللهجة، لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ودأب الكثير منا في لهجته العامية على خلط بعض الحروف ببعضها لأنها في العامية لا شيء فيها، فالمعنى واضح. يبقى في العامية لك الحرية. طب في القرآن لا، أنت محدد بكيفية معينة. طيب إزاي أوزن الحرف؟ لسه ما جاوبتنيش. عشان توزن أي حرف لازم تعرف المخرج واللي بيحدث ده داخل المخرج، وهي الكيفية أو الصفة، هما الاتنين دول مع بعض الميزان
لأي حرف عايز تعرف وزنه وتسمعه بصوت صحيح. طيب الحرف اللي انت قلت لي عليه الصاد الساكنة، احنا خدناه معاك كحرف مفرد وقلت لي صاد. طيب وهنا في سؤال بقى بيفرض نفسه، ايه اللي خلى الصاد دي تتحول لهذا الحرف اللي سمعناه في اللهجة العامية من إلى؟ من صاد البعض سيحولها إلى سين، والبعض سيحولها إلى ظا بدون إخراج طرف اللسان. السبب في كده إيه؟ تعال أنا وإنت كده ونقول ص أص صي أص صو أص. لاحظت مع كل حركة برجع للسكون ليه؟ عشان عايزك أنت الأول تعرف وتحس بلسانك أين طرفه. يعني أين طرفه؟ يعني تعرف الأول إيه الجزء اللي شغال في اللسان معاك، بدل ما أقول لك مخرجها من كذا وكذا ومع كذا وكذا وإنت مش معاي. أنا عايزك الأول تعرف الجزء الذي يتحرك من لسانك عند النطق بهذا الحرف. ص أص صي أص صو أص ميم ضمة صاد سكون نص. ها قل لي إيه اللي بيتحرك قبل ما نكمل كلام، هتجد طرف اللسان هو الذي يعمل. ده واحد. ها اتأكدنا من دي عمليا؟ جميل. طب طرف اللسان وحده لا يعمل، انا عايزك بقى في المرحلة القادمة والتدريب دلوقتي وانت معايا كده تشوف طرف اللسان ده هل سيعمل ويشترك مع الأسنان التي في الأعلى ولا الأسنان في الأسفل. في أسنان ظاهرة المقدم ده يسمونه الثنايا، اللي هي الاتنين في البداية دي كده فوق وتحت. شوف كده اللسان هيعمل معك فين، فوق الأول ولا تحت. احنا حتى الآن في الصاد. ها أص. احنا قلنا أول حاجة مع التجربة الذي يعمل طرف اللسان. طيب الطرف ده إلى أين يميل؟ إلى أعلى أم إلى أسفل؟ إن ذهب الطرف إلى أعلى بدون إخراج طرف اللسان أصبحت مصبحين. ده واحد. إن ذهب طرف اللسان إلى أسفل أصبحت حاجة من الاتنين، يا مصبحين يا مسبحين. ليه بتقول لي كده؟ أصل طرف اللسان مع أطراف الثنايا الأسنان السفلى صاد سين زا. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه جزء ظا ذال ثا. فكون طرف اللسان ما يطلعش وهو إلى أعلى تتحول إلى ظا اللي هي يسميها علماء التجويد ظا العوام. يعني إيه ظا العوام؟ التي لا يخرجون فيها طرف اللسان. يبقى أنت كده خدت أول جزء من وزن الحرف، إن إيه؟ أخلي بالي رقم واحد من المخرج. إزاي يعني؟ زي ما اتعلمنا كده واحدة واحدة. الطرف هو الذي يعمل في هذا الحرف وهو الصاد. ده واحد. اتنين، احرص على ان يكون الطرف الى اسفل. طيب وهو الاسفل بس بيجي من نسين الجزئية التي تليه اخر اللسان، ان لم تشعر به ارتفع سيكون سين مسبحين. ان ارتفع اقصى اللسان واستعلى
ارتفع استعلى وأصبح مطبقا للحنك الأعلى ستكون صادا صحيحة مصبحين. يبقى أنت كده تعلمت من الصاد ألا تكون ظا، دي كده ظا صحيحة، لا ظا دي كده الظا الغير صحيحة، أو أن يكون في المخرج هو ولكن لا يرتفع أقصى اللسان ولا يطبق فتصبح سين. يبقى ده كده رقم واحد من كيفية الوزن الحرف في شرح قول مولانا زين الحرف لا تخرجه عن حده، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. جاءت الاتصالات. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا على سر من الأسرار وأخذنا من كل بستان زهرة، هيا أعزائي المشاهدين نعرض التلاوة على الشيخ خالد ونتقن التلاوة، وياريت نركز فيما تعلمناه اليوم إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، بدايتنا هتكون مع ابننا محمود من المنوفية. أستاذ محمود. أيوة. يلا يا محمود اتفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ما شاء الله يا محمود، قراءة طيبة وجميلة. وفي أجمل، الأجمل رقم واحد كده مع بعض ونتابع ونخلي بالنا ندي الغنة حقها، وانت عارف ما شاء الله عليك أماكنها فتخلي بالك منها وتاخد حقها شوية. وإن ثم دمرنا، دي أمثلة تخلي بالك من الباقي، إنما تلاوتك طيبة الله يفتح لك يا ابني وفي أحسن. بنشكر ابننا محمود من المنوفية، بارك الله فيك يا محمود، وأرجو أن أنت تخلي بالك من ملاحظات الشيخ. معنا أم محمد من القاهرة. أستاذ أم محمد. وعليكم السلام يا أمي، أهلا وسهلا. ممكن تعالي صوتك شوية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لوطا لمن المرسلين، لوطا لمن، نجيناه وأهله أجمعين. يا أم محمد سمعاني؟ نعم. ممكن نعيد أول آية تاني بس بالراحة، نهدي السرعة شوية. وإن لوطا لمن المرسلين. لا، وإن لوطا لمن، لوطا لمن، وإن لوطا من المرسلين. أيوة. إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. عليهم مصبحين. ماشي. وبالليل أفلا تعقلون. ما شاء الله، جهد مشكور. تسلم يا أم. الله يفتح عليكم السلام. تسلم يا أم، في أحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا لأم العزيز الحاجة أم محمد، سعدنا باتصالك يا أمي وأرجو أن أنت تواصلي معنا. أعزائي المشاهدين، التلاوة التالية من الحاجة راوية من القاهرة. أم العزيز السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله. ما شاء الله، أحسنت، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة راوية من القاهرة. أعزائي المشاهدين، التلاوة التالية من الجيزة مع الحاجة أم كريم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة أم كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. جزاك الله كل خير، جهني مشكور، وخلي بالك وعلى العرض يقل عن كده.
شكرا جزيلا الحاجة أم كريم من الجيزة. الآن أعزائي المشاهدين نستمع للحاجة خديجة من القراءة. أمي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي، ربنا يبارك فيكي. أهل الفردوس الأعلى. وإياكم يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ما شاء الله. تسلم يا أمي، الله يفتح عليك ويتعك بالصحة والعافية حضرتك وجميع الأمهات. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا الحاجة خديجة، وبنرحب بالحاجة منى من القاهرة أيضا. اتفضلي يا حاجة منى. أستاذة منى، تلوي يا حاجة منى. طيب تقريبا الاستاذه منى، الحاجه منى عوده الاتصال تاني يا فندم. معانا الاستاذه ايمان من اسكندريه. استاذه ايمان. ايوه. اتفضلي يا ايمان. ايوه. بصي يا ايمان، انت هتتلخبطي لو سمعتينا من التلفزيون. وطي صوت التلفزيون يا ايمان عشان لو الشيخ قال لك حاجه تسمعيه من السماعه على طول. ماشي حاضر. حضر لك الخير. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين وإذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. جهد مشكور يا بنتي، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لبنتنا ايمان من اسكندريه. شكرا لك يا ايمان، وبنرحب بالحاجه ام شريف من القليوبيه. حاجه ام شريف. ايوه يا ابن حضرتك. ازيك يا ام؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين وإن دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم بصحاف لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. جهد مشكور. تسلمي يا أم، الله يفتح عليكي. شكرا جزيلا الحاجة مشريف من القليوبية. أعزائي المشاهدين هنستمع الآن للأستاذ عمرو من المنيا. أستاذ عمرو. السلام عليكم أستاذ متشيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ عمرو. لا 133. أيوة من 133 لحد 138. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، أحسنت، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للشيخ عمرو من المنيا، وبنرحب بالحاجة أم أحمد من الدهلية. تفضلي يا حاجة أم أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين
إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم، جهد مشكور في أحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا الحاجة أم أحمد من الدهلية. الآن مع الحاجة أم ياسمين من الجيزة. حاجة أم ياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمي. ازيك يا استاذ عماد؟ ازيك يا امي، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. فضل. الرجاء من الشيخ خالد يدعي لبنت خالتي بالمغفره. الله، انها امبارح ربنا كرمها احسن كرم. اللهم اللهم نسال الله العظيم يعني لها ان يغفر لنا ولها، وان يرحمنا ويرحمها ويرحم جميع الناس. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوز في الغابرين. عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. تعقلون. صدق الله العظيم، ما شاء الله، جهد مشكور في أحسن إن شاء الله يا أمي. شكرا جزيلا الحاجة أم ياسمين من الجيزة. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. ما زلنا أعزائي المشاهدين معكم نعرض التلاوة على الشيخ خالد، ولكن سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الصافات من الآية 33 بعد المئة إلى الآية 38 بعد المئة من السورة المباركة. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في عرض التلاوة على الشيخ خالد، ومعنا دلوقتي إن شاء الله أم مضياء من القاهرة. حاجة مضياء، ألو يا مضياء. طيب تقريبا الخط فصل، هنروح لحاجة أم محمد من الأليوبية. حاجة أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ مع حضرتك؟ بكل سرور يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. بالراحة كده، لتمرون عليهم مصبحين. جميل، صح كده؟ أيوة كده تمام. وبالليل أفلا تعقلون. ما شاء الله، جهد مشكور في أحسن إن شاء الله. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة أم محمد من القليوبية، سعدنا باتصالك يا أمي. وبنرحب الآن بالحاجة فاطمة من إسماعيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجعلكم من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، أجمعين يا رب. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. هنعيد تاني، بس أول حاجة يعني ما يتعبش صوتنا قوي، ما نزعقش قوي، يعني خلي صوت عادي كده بسيط. ده رقم واحد. الصوت يا شيخ بعد. أيوه عشان كده بتزعقي، معلش أنا آسف يا أمي، هدي الصوت عشان صوتك ما يتعبش. ده رقم واحد، ماشي يا أمي؟ ما سمعتكش يا شيخ، معلش. طيب هنهدي صوتنا شوية عشان صوت حضرتك ما يوجعكيش وتعبك. حاضر. ده واحد. حاضر. تمام كده يا أمي؟ تمام. اتنين بقى، إذ نجينا هو أهله. هو حاضر. أهله. حاضر.
إذ نجيناه وأهله. جميل ممتاز. وأهله أجمعين. ماشي نعم. ماشي كملي. ماشي أقولها تاني؟ لا لا خلاص. وأهله أجمعين. ماشي. وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. جزاك الله كل خير يا حاجة فاطمة. الله يفتح عليك وفي أحسن إن شاء الله. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة فاطمة من اسمها. شكرا ليك يا أمي. الآن أعزائي المشاهدين معنا بنتنا الجميلة صبا والحاجة نبيلة من الجيزة. صبا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا يا صبا قرأي كده وسمعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ماشي يا صبا. ماشي أحسنت يا صبا وفي أحوال. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. هي وأهله إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما شاء الله تلاوة طيبة جميلة وصبا ما شاء الله ممتازة بس في أحسن إن شاء الله بإذن الله. الله يفتح عليك حاجة نبيلة أنت وصبا. شكرا جزيلا الحاجة نبيلة والبنتنا صبا. أعزائي المشاهدين نستمع الآن للأستاذ أيمن من كفر الشيخ. أستاذ أيمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذنا. أهلا شيخ أيمن اتفضل يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم ما شاء الله. لو طيب الله يفتحك شيخ أيمن. شكرا جزيلا للأستاذ أيمن من كفر الشيخ. نستمع الآن أعزائي المشاهدين الحاجة أم أحمد من القاهرة. حاجة أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ نعم نسعد بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله أم أحمد. الله يفتح لك دوا طيبة ربي يديك الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك يا أمي بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد. أعزائي المشاهدين نستمع لأم أحمد أيضا ولكن هذه المرة من المنوفية. حاجة أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جهد مشكور جميل وفي أجمل إن شاء الله. محمد تبع مع بعض. شكرا جزيلا للحاجة أم أحمد من المنوفية. سعدنا باتصالك يا أمي وأرجو إن احنا نسعد مرة واثنين وثلاثة كمان مع حضرتك. شكرا جزيلا ليك يا أمي. الآن أعزائي المشاهدين من اسكندرية هنستمع للحاجة منال. حاجة منال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا جميعا الآن تحية وصلاة وسلام. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل المدينة أحياء وأموات. يا رب. اللهم آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جهد مشكور. تسلمي حاجة منال. شكرا جزيلا للحاجة منال من اسكندرية. وهنتحول أعزائي المشاهدين للمنيا مع الحاجة أم محمود. حاجة أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. في غن عدت عليهم مصبحين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. جميل. صدق الله العظيم. واللين إذا عرض للسكون تقوى وبدل ما هو بالليل وأطمها كده أريحها شوية وبالليل عشان يبقى الحرف مستريح. جزاك الله عنا كل خير أم محمود الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة أم محمود. شكرا لك يا أمي. هنروح دلوقتي للجيزة. نعود للجيزة مرة أخرى أعزائي المشاهدين ونستمع لأم محمد. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. اتفضل. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يبارك لك ويكرمك ويعزك. ازيك يا شيخ خالد؟ الحمد لله طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمة كلمة. حاضر. اقرأ. اديلك الاول. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك باهل الخير ويبعد عنك اهل الويل. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اقرأ ولا تقرأ الاول؟ اتفضل. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا السرعة نخف منها شوية. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا. وإن لوطا لمن المرسلين. لمن المرسلين. إذ نجيناه. إذ نجيناه. وأهله أجمعين. وأهله أجمعين. إلا عجوزا. إلا عجوزا. في الغابرين. في الغابرين.
ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون تعقلون صدق الله العظيم ما شاء الله. جهد مشكور محمد، وحب أسمعك على الدوام. شكرا جزيل الحاجة أم محمد من الجيزة، شكرا لك يا أمي أسعدتينا. هنذهب الآن للحاجة سهير من القاهرة. حاجة سهير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. الجيم يا حاجة سهير كنا أجمعين. ممتاز. طب ما في جيم عدد برضو؟ إذ نجيناه. حاضر. إذ نجيناه وأهله أجمعين. ممتاز. إلا عجوزا في الغابرين. في الغابرين. جميل. ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، تقدم كبير، أحسنتي، وفي أحسن بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا للحاجة سهير من القاهرة، بنحييك يا أمي تحية تقدير، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، التلاوة التالية للأستاذة شيرين من اسكندرية. أستاذة شيرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم؟ طبعا يا فندم، نسعد بحضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هي بالراحة كده عليهم. أسف. لا مفيش أسف ولا حاجة، بالعكس التلاوة طيب ما شاء الله، وفي أحسن، بس أخلي بالي من التشكيل، هي الهاء مكسورة عليهم. حاضر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله حاجة شيرين، جهد طيب وتلاوة طيبة مشكورة، وبداية طيبة ما شاء الله جميلة، وفي أجمل إن شاء الله وأحسن، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة شيرين من اسكندرية. وانتقل أعزائي المشاهدين لبورسعيد مع الأستاذة أصيلة. حاجة أصيلة، أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ اتفضلي يا فندم بكل سرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. بالراحة بس، ممكن نهدي سرعة شوية؟ ثم دمرنا الآخرين. لما أوصل كلمة دمرنا باللي بعديها كده، ثم دمرنا الآخرين، سمع النون؟ دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. لا، دمرنا دمرنا الآخرين. أيوة كده، ممتاز. دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ما شاء الله، جهد مشكور، بس في أحسن إن شاء الله، جزاك الله كل خير حاجة أصيلة.
شكرا جزيلا للحاجة أصيلة من بورسعيد. أعزائي المشاهدين، المكالمة الأخيرة مع أم خالد من الوادي الجديد. حاجة أم خالد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، وإذ نجيناه وأهله أجمعين. هي إذ يا أمي. عجوزة. يا أمي. نعم. هي إذ نجيناه. إذ نجيناه. أيوة. وأهله أجمعين إلا عجوزا من في الغابرين. في الغابرين. الغابرين. لا، في الغابرين. في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم وإنكم أيوة لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. جهد مشكور. تسلم يا أمي. رجاء يعني أنا آسف كريم. لا، تفضل يا شيخ. رجاء كل من يقرأ لا يعتذر عما يقرأ. نحن مع كتاب الله تبارك وتعالى لا أسف فيه. الهدف أن نكون مع التلاوة بأي طريقة طيبة. شكرا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد، جزاك الله خيرا. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. غدا لقاء جديد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.